أثرت حركة النزوح الواسعة للأسر من مدن ديالى وتكريت والموصل والرمادي إلى مدينة خانقين طلبا للأمن بعد تردي الأوضاع الأمنية في مدنهم على الأوضاع المعيشية في المدينة، وأثقلت كاهل الإدارة المحلية في ظل الحصار الحكومي المفروض على المدينة، حيث لا تصل المواد الغذائية والأدوية والمحروقات إليها منذ أكثر من 3 أشهر. وتسعى الإدارة المحلية في خانقين بالتعاون مع المنظمات الديمقراطية التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني إلى تلبية احتياجات النازحين الذين بلغ عددهم أكثر من 10,500 نازح وفتح أكثر من مخيم لإيوائهم والتخفيف من معاناتهم. مدينة خانقين جنوب أقليم كردستان وشمال محافظة ديالى تعتبر الأكثر أمانا من مناطق محافظة ديالى مقارنة بباقي مناطقها ومناطق وسط وجنوب العراق منذ اندلاع أزمة القتال مع مجاميع داعش الأرهابية، أزمة أضافت ضغطا اقتصاديا على سكانها الذين يعانون ارتفاعا في تكلفة الحياة اليومية جراء هذه الأزمة والحصار الحكومي المفروض عليها منذ 3 أشهر بسبب النزوح الكبير الذي حصل على مدينة خانقين بسبب تدهور الوضع الأمني في ديالى. تجد أكثر من 10,000 عائلة نزحت إلى مدينة خانقين، بالتأكيد هذا يؤثر على المجتمع المضيف. مدينة خانقين تعتبر مجتمع مضيف لهذه العوائل النازحة، كما أثر الحصار الذي فرض على خانقين من مدة أكثر من 3 أشهر، انقطاع المواد الغذائية، انقطاع الدواء، انقطاع البنزين والغاز والغاز على مدينة خانقين، أثر سلبا على المدينة. الوضع في مدينة خانقين مستقر. إلى مدينة خانقين وصل أكثر من 10,000 أسرة نازحة من محافظات ديالى وصلاح الدين والموصل والأنبار، حاول بعضهم الاندماج في المجتمع لكنهم يواجهون مشاكل تتعلق بالسكن. احنا من هالجلولة جلولة سعدية يعني من جماعة حمرين قاعدين بخانقين، واحنا نشكر اهل خانقين تم الشكر على يعني كل المساعدة ساعدونا. وضعنا والله صعبة، يعني الايجارات غالية، يعني اقل بيت اذا تيت اجره 800-900 مليون دينار. والله هسه حاليا قاعدين بهيكل قرية الاخوة، يعني قاعدين بقرى ومعيشة صعبة. في القضاء يوجد أكثر من مخيم لإيواء النازحين إضافة إلى هياكل البيوت والمدارس وحتى الأماكن العامة. تلتزم المنظمات الديمقراطية التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني وبعض المنظمات الخيرية وإدارة وأهالي خانقين بتقديم الدعم والمساعدات لهم. بتاريخ 8/6 قمنا باستقبال النازحين المتواجدين بخانقين من منطقة جرولة وسعدية لحد منطقة أبو خريب وتل عفر. احنا قمنا بفتح 4 كامبات داخل حدود خانقين. هناك يوجد تنسيق مستمر مع المنظمات الدولية، مستمر بجهود المنظمات الدولية بإدارة الكامبات مع المنظمات المحلية الموجودة في خانقين. عدد النازحين الموجودين في خانقين لحد اليوم تقريبا وصل 10,600 عائلة. لكن حركة النزوح باتجاه القضاء تفرض ضغوطا على السلطات المحلية في القضاء، والتي ستبدأ في تجهيز معسكرات لإيواء واستقبال الأعداد المتزايدة من العوائل النازحة، خصوصا في ظل الصعوبات التي تعانيها السلطات المحلية جراء الحصار الحكومي المفروض عليها. لا تبدو المخاوف الأمنية لسكان مدينة خانقين كبيرة رغم جوارها لمناطق ساخنة وملتهبة، جوار لا تزال آثاره مقتصرة على آلاف الأسر النازحة يتوزعون على مناطق مختلفة من خانقين. لفضائية كركوك من مدينة خانقين، عباس الأركوازي. في الخبر الأخير، ارتفعت حصيلة التفجيرين الإرهابيين